نعم، في هذه الأثناء نشاهد إذن اعتراض لمجموعة من الصواريخ فوق مجمع رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية قرب عكا. تابعنا منذ قليل إطلاق حزب الله ل 45 صاروخ على عكا ونهرية، والآن نتابع مشاهد لاعتراض صواريخ فوق مجمع رافائيل العسكري الإسرائيلي قرب عكا، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى معرفة قرارات من قبل إسرائيل وقبل حزب الله إذا ما كانوا يوافقون على هدنة لثلاثة أسابيع. خلال هذه الهدنة يقوم هوكشتاين المبعوث الأمريكي مبعوث الرئيس جو بايدن بمباحثات حثيثة لإمكانية التوصل لاتفاق لتنفيذ قرار 1701.